محمد الركراكي عضو اللجنه المركزيه والمجلس الوطني لحزب الاستقلال. حنايا جد متفائلين من العمليه الانتخابيه برمتها في هذا اليوم هذا، نظرا اولا للثقه ديال المغاربه والوعي ديالهم بانه هذه الانتخابات وبالخصوص الانتخابات التشريعيه سوف تؤدي الى حكومه، وعندهم مجموعه ديال الانتظارات من هذه الحكومه، وبالتالي هذا الشيء اللي بين بانه كاين واحد عدد ديال المشاركه، واحد نسبه المشاركه اكثر من السنوات الفارطه اللي ادى لهذه المغاربه. حنايا عندنا ثقه كبيره في 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 المغاربه، والخطاب اللي حزب الاستقلال خطاب اللي هو واقعي، خطاب اللي هو منطقي، هذا هو اللي هيؤدي ان شاء الله باننا غادي نكونوا في المرتبه الاولى ولا في المراتب الاولى على الصعيد الوطني، نظرا للتجاوب اللي عشناه مع جميع المغاربه في الحمله الانتخابيه، والتجاوب معهم كثير بالخصوص فيما يخص برنامجنا الحكومي اللي هو برنامج واقعي وبرنامج منطقي، وحنا بغينا من خلاله باننا تنخاطبوا المغاربه، تنخاطبوا الذكاء المغاربه، تنخاطبوا الوعي المغاربه اللي ولو عارفين بانهم عندهم انتظارات، وعارفين شكون هما الاحزاب اللي يمكن لها تلبي هذه الانتظارات ديالهم، وعلى راسها حزب الاستقلال والامين العام في الخطابات ديالو كلها اللي كما قلت خطابات تستجيب لها التطلبات بواقعيه وبمنطق كبير جدا. هناك حظوظ كبيره للفوز حزب الاستقلال بهذه الاستحقاقات ان شاء الله، على حسب المعطيات اللي عندنا وعلى حسب التصورات واللقاءات مع جميع المواطنين في خلال الحمله الانتخابيه. هناك تجاوب كبير مع هذا الخطاب اللي تكلمت عليه، وان شاء الله الذي بوئنا للمرتبه الاولى. رحيمه الوزاني، وكيله اللائحه النسائيه مقاطعه السويسي، التي هي مقاطعه دائره محليه. إذن الحمله الانتخابيه مرت في اجواء رائعه، والحمد لله الناخبين والناخبات كان استقبال ديالهم بصدر رحب، وكان استقبال ديالهم بصدر رحب، والحمد لله كان واحد التجاوب ايجابي مع الساكنه، وتنتمنى ان حزب الاستقلال يكون في الصداره في المرتبه الاولى، وان نكونوا حنا في نطاق تدبير الشأن المحلي نكونوا في مكاتب التسيير وفي المناصب القرار. سهام أبو عبد الله، وكيلة لائحة أجدال الرياض النسائية. الحمد لله أن الحملة دوزناها من أحسن ما يكون، الحملة كانت نقية، أننا احترمنا فيها الإجراءات الاحتراجية، وسيغ تيغان الحمد لله كانوا الشعب المغربي تقبلنا بواحد الصدر الرحب، والشعب المغربي شعب ذكي أنه كيقدر يميز بين 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 هذا الحزب وبين هذا الحزب، الحزب ديالنا كلهم الحمد لله كانوا كيشهدوا أنه حزبنا حزب عريق، وأنه حزب له تاريخ، وانه حتى اللائحه كانت من احد اللائحه كانت الحمد لله اللائحه ديالنا كانت لائحه فيها اطر وكانوا فيها كفاءات عاليه، وان شاء الله النتائج وهذا الحماس النتائج ان شاء الله ما تكون غير ممتازه. حنايا كنا في التيران وشفنا انه الحمد لله الناس تقبلوا لنا، وغادي يصوتوا كلهم، كيقولوا كلهم فين ما كندوزو كيقول لك الميزان غنصوتوا على الميزان، وان شاء الله غنكونوا حنا الاولين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.